بكم البنات، كديري لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اش كتعاودوا؟ اموركم هانيه كما كتشوفوا. انا دابا في الدرام، هنا كاينه بنتي يلاه نسات. غدا نمشي لدارنا حيت كاينه العطله، وجات اختي من المانيا مدام انونا لينا كاع البيات ديال الطياره، فصافي كلشي غادي يجلس. انا غادي نمشيو للمغرب، فغادي نمشي ندوز هاد 5 ايام في دارنا حتى نهار السبت اللي هو النهار ديال النوال. غادي يجي راجلي يدوز معنا حتى هو داك النهار، ومن بعد غادي نمشيو للدار كما العاده. تابعوا معايا الفيديو البنات. انا دابا راني في الترام، غادي يجي يديني خويا من ستاسيون وغادي نمشي معاه للدار ونشارك معكم الاجواء فاش غادي نتلقاو ليا ولاد اختي كاملين. بنات اختي التميميات وخوهم فراس وولاد اختي جوج محمد وزياد. فرجة ممتعة البنات. المهم البنات كما كتشوفوا انا نزلت دابا من الطران، انا في السطاسيون غدا نخرج عند خويا على برا حيت كيتسنى فيا في باركينغ ديال الطوموبيلات. توحشت مدينتي الاصلية، انا راني كبرت هنا في هاد المدينة. هادي هي السطاسيون ديال المدينة اللي ساكن فيها مولاي الدار. فؤاد خويا يمكن هنايا بان فيه بحال هادي هي الطوموبيل ديالو. هادي هي الطوموبيل. هذه هي الطوموبيل ديال فؤاد خويا بوبي. تحشيني صافي. مدانا شحال طواليتي بزاف اصاحبي. سجلني غنجلس وراه، غنجلس اللور معاه ما يبان بنات. انا غنجلس في الطوموبيل نتسامع ملي نوصل للدار. المهم حنا في الطوموبيل، حنا ركبنا دابا، حنا خرجنا من السطاسيون ركبنا في الطوموبيل غادي نمشيو جهه الدار. ركبت الطوموبيل مع خويا كما كتعرفوا الجيل ديال دابا الحيحه في الطوموبيل. وان شاء الله ملي غادي نوصل للدار غادي نتقاسم معاكم ديك الوقيته فاش غادي نوصل. ولاد بلاد اختي فرحانين بيا، وشحال هما كيتسناوني نجي نتلاقاو ان شاء الله في الدار. انا معاكم البنات، انا وصلت للدار. هذه هي الجريده ديال الدار كما كتشوفوا هنايا. الله، هنا كاين الكراج، كاين فؤاد خويا هاز الماس بنتي. غادي نطلعو للدراج. سي كوفون بالي انا ميا. احنا غادي طالعين تابا بو يا ماما قلت غتلقى لي قبل الحليب تبارك فين ماما؟ قلتي لي قلتي من دابا هي تحول في الطابله باش تفرشنا تسامينا كتعارج هنايا كندير فيديو يا اختي شي ساقي بنتي حليب تبغى ياكلوك ليا هاد بغى ياكلوك الله بابونا طالي من فرنسا اجي اجي بابونا طالي بابونا طالي ديال الشكلاط بابونا طالي ديال الشكلاط هاي 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 زياد هاي زياد نعطي بابونا طالي الشكلاط بابري ما ممكن ندير الفاتش لا لا ما يسأو سنجو خلي ما خلينا تيجي وترجع في كاينين كاينين شنو غيبو امشي لبرا ما لا لا لوليدات اختي خديت لهم هذا بابا نويل ديال الشكلاط ومعاه هذا ديال الشكلاط شوفوا كيفاش دايرين البنات كان كاملين. وخديت لبنتي وبنات اختي هاد البوندوات ديال بابا نويل باش نلبسوهم ليهم ونصوروهم.
الصغار. وهذا الشيء ديال المارشميلو والتشيب صراحه خزناتهم اختي حتى راكم عارفين دراري الصغار والسقاطه. الله صافي دابا فركتوا كلشي دابا كاينه غير الميكا كدور ها داك الشيء اللي بقى وصافي. هادو خزنيهم هنا نبغي نصوروا غادي نصوروا بهم الماسو بسوجه ما يسع فين كاين سوجه ما يسع؟ لا وحنا شنو بابا مشى في الطوموبيل داهم يصورهم. اه تولوا عاب ديال البلاد ختي امين ما كاينش امين خويا كيلعب سي تشاو امين ونضع النقني وبوسني المهم خويا انا طبيعة الحال ديما بيسي تليفون تلفازة اللعاب ايوا اختي هادشي اللي عطا الله هذا بيتو هانتوما البنات سنة اختي راها كردات الحولي البارح راه الوالد بح علينا حولي حتى الصراحة أول مرة كنتجمعو حنا العائلة حنا بنات وولادو كاملين غادي إن شاء الله نديرو شي تصويرة عائلية كما كتشوفو كل وحدة فينا غادي دير جيلة كذكرى على هاد النهار والبارح درنا واحد المقلب البابا ديال ديك الدرهم اللي كتخشى في القرعة باي كيتكب عليه القرعة ديال الما الصراحة دوزنا نهار زوين بزاف البنات ومن بعد غادي نشوي وغندير ابو الفاف البارح بالليل كلينا التقليه ما صورتش لكم حتى الشراك ما عارفين الدراري الصغار والله الا لا والله في السماء وفي الارض ما قدرناش نديرو فيديوهات المهم هنا راه سنه اختي قردات اللحم كامل وهنايا راه فصلاتهم بحال ما هكا هادو غادي نديو كل وحده غدي وحده لدارها هادي غنطلعوها الماريه هي الكبيره وسانها هي كاينه هنا ديالها حتى هي غدير الرجله وانا غادي ندير الكتف ندي انا ما كناكل مع امي الدار شحال ندير المهم انت راه كاينه معاهم هنا شوف غتشير عليا برجل ها هانتوما المشاهدين اختي بغات تشير عليا برجل شير عليا حر باش انا بغيت الكتف ما بغيتش الرجل ايوا صافي ومن بعد غادي نديرو بالفاف غادي نصور لكم ونوريكم شنو داك الشيء وانا معكم البنات كما كتشوفوا هنا شلاضه عندي شلاضه هنا كاين الخيزو الخيار شوفوا البنات هاد المول شحال زوين ديال الكيكه تقديتو من عند واحد السيده اونلاين ثقيل وزوين وكيجي الكيكه الديكور ديالها واعر دي بنتي كتاكل لينا كلشي بنتي راه غير ملائكه طيور الجنه طيور الجنه وهنايا كاين لا ظفار لا والو ها العفويه قمه العفويه وهنايا كاينه شلاضه مغربيه وهنا كاين الفاخر كيشعل والباربه كطيب البطاطا كتسلق الزعلوك كيطيب زعلوك سرغيني قرقوري مسخين بخش ناكل منه وهنا كما كتشوفوا كاينه سنة اختي كتشعل في الفاخر باش من بعد غادي نشويو ونديرو بولفاف وصافي الوليدات الصغار راهم كاملين كيلعبوا في البيت هنا شوفوا الوليدات الصغار كاين محمد فراس كيلعبوا ميساء وسجود زياد ايوا نخليو الوليدات هنا يلعبوا وحنا نشقاو بخاطرنا باش نوجدو شويه غادي يجيو ماما بابا من الخدمه ونتغداو ان شاء الله مجموعين انا معكم البنات كما كتشوفوا هنا كاين بولفاف يلا لويناه كبده ريه كبده ريه وقلب ودرنا واحد ديال الريه الماما حيتاش كتاكل غير الريه بهاد لي ديدات بهاد لي ديدات ديال خشيته بلا ظفاره اللي ما فيهاش العظام انتما سنة اختي ما فيهاش العظام شو ايدها بحال بابوله هذا القطران ديال الرجله ديال الكتف ديال الكتف ديال الغلمي هادو ديال الكرعين هادو ديال هاديك عكا ديال البقري المهم هانتوما البنات هادو من بعد غادي نشدو غنشوفهم فوق المجمر وهنايا راكم عارفين وجدنا البلاد ديال اتاي داكشي ديال شلاضه اللي وريتكم قبيله ايوا صافي البنات حنا دابا جمعنا الدنيا مسحنا الفران مسحت الكوزينه هانتوما البنات شوفوا كي انا حادقه جاي الضيفه على دارنا ايوا اختي نهار كامل نهار كامل ما زقيتش كنشقى
الأرز فيه طريفات ديال الكاشير والطون و سميتو خيزة طريفات صغيرين وشويه المايونيز كما كتشوفي هكا طلع حنا كنشقاو بيدينا في الدار ما كاين ما حسن من الايد شنو كاين شي حاجه ما كاينه داك الشيء اللي كاين شي لا لي ديت ديال البعبوله مش معموله في الدار دابا ديدي دات فين نين هاد لي ديت انت ايه داك داير ايه دي لالا هما الباربه حنا الباربه كنسلقوها كنديرو فيها شويه السنيده لحلاش تا واحد كيبغي ياكلها بالخل و سميتو الحامض باش ياكلو حتى الدراري الصغار دابا معايا الا اختي باقي صغيره حتى هي مسكينه ما تقدرش تاكل الباربه مستوسه ضاري من مستوسه حلاولو علاش راه مسكينه الديتوكس باش تعرف اصقم سالية وصدق ما تعرفتش صدق ما تعرفتش ما عرفتش شوف مخي خرج منك ترى شنطه شي ندير اشهار عرفت كي غندير انا عرفت انا كنفكر في الريجيم كيشدني الوجع كنفكر انا بجري في الصباح دير الريجيم بابا دابا حنا البارح ولي ياسمين بابا بغانا ندير الريجيم دافع دابا حنا حوليا معشين بالتقليه ولي بغا ناكلو بولفاف ايوا الريجيم يا الريجيم بورقي هذا خيزه درت ليه شويه زيت العود من بعد ما سلقته وشويه الكمون وشويه المعدنوس معدنوس فريسكو بطبيعه الحال باش كيعطي المذاق مليحه زوين مليحه بدك ديريها في السليق مليحه ما غديريهاش من بعد ما تسلق حيت كتبقى تغرزز الو ملي تكوني كتسلقي فيه ها كوني كيت ديري كفاي اقصات الف اقصات الف اقصات هكا الجنج لالا ديالي نقدمو لكم البطاطيس البطاطيس وفين غديريش لادا غديرها في الطبيخ غديرها في الطبيخ العادي العربية مبقاش داكشي نوض انا اختي راني مكنسقاش كنطيش انا ولا اختي كناكلها في الزنقة عندها كيسمع شي واحد يقول لك كتعاير العربية حنا اكبر عربيات عا نكونو هانين حنا من بني قرقرة مذكوري مذكوري القارة ديال القراقرة القراقرة بحال القارة جاو هاي حضرة مذكوري بحال القارة منسية عرفتي مذكوري نسانا اش جاب لك شي قرآن عطيك دقة ما قالش قرآن انت اللي قلتيها انا قلت لك غير مذكورين فين الله اعلم مذكورين في العماله والكوميساريه كذا كان كيقولوا لي الفراقشي علاش بينا الدجاج هنا نخون الدجاج والله لا المهم ها السلاطه جدات كما كتشوفوا السلاطه على قد الحال لان غيديروا فيها الدراري الصغار يديهم باش تكون سهله في الهزانه في الماكله ايوا واحد السلاطه ها السلاطه الاخرى غنديروها في طبيسلات نخلطوها هذا زعلوك من بعد ما طاب وصافي اللي هي بقاو القضبان وداك الشيء غادي نشويهم وتابعوا معنا الفيديو الى الاخر ها هذا الزعلوك ما كتشوفوا نحطو طبيسلات ودرنا فيا شويه من الحاجه حتى خوتي ما كياكلوش هادشي كاين اللي هي شلاضه ما كاينش كياكلها غير ماما بابا واختي الكبيره الزعلو كناكل غير انا وسهنا انا ما كناكلوش شكون انا ومن كناكل انا ماريا انا وماما شلاضه هادي راه كياكلها كلشي كاين اللي ياكل بطاطا كاين اللي ياكل خيزه كاين اللي ياكل حتى حاجه وغادي ياكل الله لا يضربو كاع ايوا صافي المهم هذا هو الشلاضه ديالنا صافي وراكم عارفين هنايا شنو كاينه هذيك هنايا هذيك اللي في جميله هادو يا اختي الوراق ديال اللفت هادو الوراق ديال اللفت كيفاش طيبتيهم طيبتهم بحال شكل البقوله خبيزه هادي بنفس الطريقه باش كنطيب هذيك سلقتهم وعطرتهم ودرت ليهم شويه الحار وشويه سميتو الحامض مصير وطيبتها ودابا ان شاء الله غادي نحط
حطوها محناول مسخنه في الشياط ما عارفين مع الحال البارد كلشي كيبرد بالسربه خصنا نسخنوها البقوله هي الخبيزه حموطه شوفوا البنات كيفاش كتجي كما كتشوفوا البنات حطينا شلاضو هادشي هنا فوق الطابله هادي دوك الوراق ديال اللفت اللي كيجيو بحال البقوله شلاضه الزعلوك الشلاضه هادي المهم راه حنا لهي كنشويو ماما بابا قربوا يجيو باش الله يجيو يتوضاو يصليو ونتغداو ان شاء الله ونضحكوا شويه ونجمعوا كاملين مجموعين انا غادي نمشي نقابل بو الفاف لهي كما كتشوفوا البنات حنا وجدنا الطبيله ديالنا خبيز ديال الدار والبطبوط هذا القطبان ديال الغلمي هذه بقوله شلاضه شي حشيله التقليه كانت بقات من البارح الزعلوك بولفاف بابا كيضحك والوالد كيتسنى فينا تنصوروا ايوا هذا هو غذاؤنا وبالصحة والراحة وحنا دابا غادي نبداو نتغداو يلا بسم الله يلا بسم الله بدا غداؤنا اللي وجداتو سنة اختي ماشي إلهام إلهام اللي إلهام اللي عاوناتها أما انا هذاك اساس سخون ماما رد لك واحد فيه الريه كامل الا تحشلك العصفه الا تحشلك العصفه الا تحشلك العصفه بحال بحال هكا امو ناضه هاديالك راه ديالك الماكله ديال الجماعه كتوكل كلشي ماما انا كبيني اسال ماما ترسي يا ماما ماما ترى الروز بالباربا عليك وخيزو من هنايا احطهم لها غير في الطابله يلا يبردوا ليها عجبك بنتي في عينك أرى بابا مالك مناضات من النساء لا هاكي هاكي مناضاتي وكولي بشويه نضغي بشويه باش ما توحلش ليه بنتك تحيدي التليفون يلا بالصحة وراح من بعد ما سالينا الغدا اشنو توخر من الهام نسير للماعن انا حيت ليا الانسان بقاو لي عاد شي خاصني نغسله ما باقي كيجي وصافي ساليت غادي نجيب المعان ايوا نغسل المعان يا اختي وبنتي ها هي مركبها خالتها ايوا نمشي نتخش ونرقد وها انا دابا ساليت الشقه ديال البنات كما كتشوفوا الجماعه مسحت الدنيا كامله مسحت الفران غسلت المعانات كاملين الله يا ربي ساليت الحمد لله دابا غادي نمشيو نجلسو شويه في الصالون تكاو كل يخشوا وليداتهم حداهم نتوما كتسمعوا الغوت في السماء وفي الارض وصافي البنات انا غادي نختم معكم الفيديو كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا في العائله و
وكنبغيكم بزاف وبوسه كبيره من عندي ومن عند سناء اختي، وتهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. وبسلامه البنات، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وحبابكم وتدعمونا بلايك وبابوني. يلا بسلامه البنات، باي باي.